اتفضل يا حاج ماشي. حمدي. عند حضرتك دكتور، انا عندي عجل جاموسي وزنه حوالي 180 كيلو كده، كان سخن وادينا له علاج مضاد التهاب مع مضاد حيوي، وبعد كده لقينا لسانه لما بيجي الشر رايق بقى كويس، بس بيجي الشر بينزل لمعظم دم في الشر بتاعه، فجبنا الدكتور قال في التهابات في لسانه وتقيحات، واديله مر مع فصين ثوم مع كده، فديته مفيش فايده. جبت له دكتور تاني قال لي اديله عسل على طحينه. فحضرتك ايه الصح؟ لسانه لما شفت لسانه لقيته متقيح وفي تقيحات شديده، هو عمره كام؟ والشر ينزل دم مع التقيحات دي، طيب واكلته خفت خالص. عمره قد ايه يا حاج حمد؟ عمره حوالي 7 اشهر. عمره 7 اشهر وفي التهاب شديد في اللسان بتاعه. في اللسان في تقيحات شديده. وفي واللثه فيها كمان. وفي رياله في رياله. صح. وفي رياله. طيب وبيزك ولا سليم؟ لا سليم الحمد لله، ما جبتش. يعني هو مشكلته كلها في الفم. طيب انا هقول لك تعمل ايه يا حاج، مع بلد انت رحت لدكتور واثنين وثلاثه، ما حدش حط لي شويه بيكربوناته في الميه عندك بنسبه 4%، تيجي على الميه اللي بيشرب في الميه. بيكربونات صوديوم في الميه، ماشي. هتحطها في ميه الشرب بتاعه، وهتحطها ماشي. في الاعلاف بتاعته، ماشي. وهتحلها على شويه الميه وتحطها له بسرنجه في بقه بالبيكربونات. بعد كده بعد دي الفترة الأولانية، بعد كده ممكن تحل البيكربونات ديت مع شوية العسل وتديهم له برضه مع بقه، أو تحطهم على الأكل اللي هو ياكله عشان إيه يقدر يقضي على إيه الفيروس أو الحاجة اللي عاملة له المشكلة دي. زائد المضاد الحيوي طبعا، زائد مضاد الالتهاب، ده المهم، زائد إنك الدكتور برضه ما تبعدش عنه، وتخير الطبيب البيطري ذو السمعة الجيدة والأمانة. مهم جدا إن أنت تتعامل مع الناس دول. أنا حضرتك اديت له مضاد حيوي تتراسايكلين، كويس؟ نعم؟ اديت له مضاد حيوي تتراسايكلين مع مضاد التهابات. طيب. ياخد منه برضه. ماشي يا فندم، كل كده تمام، يعني العلاج اهوت، واستدعي الطبيب بطري. أشكرك يا حاج حمدي على اتصال حضرتك.